السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. هنكمل مع بعض يا جماعة إن شاء الله باقي الفانكشنز الخاصة بالسترينج. نخش على أول حاجة عندنا وهي الوورد راب. عندنا سترينج معين، ويلكم تو الزيرو ويب سكول ويب سايت. عن طريق الوورد راب نقدر بعد عدد كاركتر معين ننزل باقي السترينج تحت، بعدين في السطر اللي بعده بعد عدد كاركتر برضو معين ننزل باقي السترينج تحت وهكذا. خلينا نخش في الموضوع على طول ونشوف الكلام ده معناه ايه وبتعمل ازاي. echo word wrap، اول حاجة عندنا والفانكشن بتطلبه مني هو السترينج، وده طبعا اجباري ومفيش كلام عليه. لو انا ما كتبتش اي حاجة من الحاجات اللي بتطلبها الword wrap function هيرجع لي السترينج زي ما هو بالشكل ده. ليه؟ لانه عدد الكاركترز اللي انت محتاج تكتبها عشان يبدأ يتعمل عملية الرابنج الديفولت بتاعه 75، واللي اكتر من عدد الكاركترز دي. لو حسبنا عدد الكاركترز دي عن طريق الستر لين ممكن تدينا مثلا حاجة و30 مثلا. خلينا نشوف ستر لين، وادي السترينج بتاعنا، ونديله حتة بي ار كده لطيفة ونشوف مع بعض. زي ما انت شايف 36، تمام. فده طبعا اصغر من العدد ده، فمش هيحصل اي حاجة في عملية الرابنج. نبدأ بقى دلوقتي نحط عدد كاركترز من عندنا، وليكن مثلا 8 بالشكل ده. بعده على طول بيطلب مني البريك كاركترز، او الحاجة اللي انا هعمل عملية الرابنج احط كاركتر معين وهليكن مثلا بي ار بالشكل ده. الديفولت بتاعه هو باك سلاش ان لو انت ما كتبتش اي حاجة. تعال نشوف مع بعض دلوقتي ايه اللي هيحصل. كتب لي ويلكم تو الزيرو ويب سكول ويب سايت، حلو قوي. في نقطة مهمة جدا ان انت محتاج تسأل عنها، هو ليه دلوقتي مثلا الزيرو دي وويب ما جوش جنب بعض؟ طب ليه ويلكم وتو ما جوش جنب بعض؟ واحدة واحدة معايا. لو انا قلت له ويلكم دي عدها لي 1 2 3 4 5 6 7، ودي 2 اكتر من الويتس اللي هو طالبه. طيب لو انا كتبت كده 2 2 اللي هو 2 2، عارفين 2 2 طبعا جم جنب بعض، هنا هو بيعمل رابنج للووردز. بس خلي بالك لو عدد الكاركترز الخاص بالويتس اكتر من الكلمات خليها مع بعض في مكان واحد. يعني لو انا حطيت 2 تاني يبقى كده 2 2 هيزعل، 3 2 طب جميل جدا. طب حطيت 2 تاني الشكل ده زي ما انت شايف نزلت تحت، طب مع يعني معلش تي واحده بس هنا برضو نزلت تحت، ما جاتش هنا ليه؟ عشان انت عندك 1 2 3 4 5 6 7 8، دول 8 يا شباب، اوعى تنسى السبيس خالص. طيب ليه جت هنا؟ عشان في مكان ان هي تيجي هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 بس. طيب لو انا جيت عند الزيرو وحطيت او تانية، يا ترى التي هتفضل معاها؟ لا، التي بقت لوحدها. ليه بقت لوحدها بقى؟ يعني ده حرف واحد بس، علشان ودي حاجة عايزك تركز فيها جدا، ولا هينفع يجي هنا ولا هينفع يجي هنا، عشان كده موجود في مكان لوحده. طيب حلو الكلام ده. لو انا جيت هنا كتبت very 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 long word مثلا حد اخر الشارع، يعني ايه اللي هيحصل في كل ده؟ دي كلها شباب كلمة واحدة، ايه اللي هيحصل فيها؟ هتفضل لوحدها موجودة عادي. الله يا عم، انت مش لسه قايل لنا ان احنا عندنا 8 كاركترز بس وبعدين بيعمل رابنج؟ الكلام ده امتى؟ في حالة ان الكلمة بتاعتك حضرتك اقل او بتساوي التمانية، فلو بتساوي التمانية هتبقى لوحدها، لو اقل من التمانية وينفع تاخد حاجة جنبها تاخد حاجة جنبها زي دول، لكن دي اكتر من التمانية. هنا يجي دور الكات لونج اللي هي اخر حاجة عندنا. الكات لونج دي الديفولت بتاعها فولس، ودي اوبشنال، محتاج تكتبها اكتبها، مش محتاج خلاص. طب لو انا كتبتها ترو هيبدأ يعمل كات للكلمات الكبيرة. الله، يعني الكلمات الكبيرة هيعمل لها رابنج ويخليها تنزل حتى لو هي كلها مع بعضها في كلمة؟ هيبدأ دلوقتي بقى يفرق الكاركتر زي ما انت شايف كده، 1 2 3 4 5 6 7 8، واللي بعدها 8، وبعدين الاخر جه لوحده بالشكل ده. الورد رابنج حاجة من الحاجات اللي مش بنسبة كبيرة تستعملها، لكن في بعض الافكار والمسائل اللي ممكن تقابلها هتحتاج ان انت تشتغل عليها. طيب خلينا ناخد نسخة كده من الكلام ده، انا طبعا عشان مكسل اكتب البي ار، ونمسح دي ونسيب البي ار عشان احنا محتاجينها. الحاجة اللي بعد الورد راب هي الاو ار دي والسي اتش ار. خليني اقول لك ان الكاركترز اللي انت تتعامل معاها ليها حاجة اسمها يونيكود، ده عبارة عن اسكي او اي اس سي اي اي، ودي حاجة من الحاجات اللي انت محتاج تدرسها في علوم الكمبيوتر وتتعمق فيها، لانه مش هينفع تتشرح في درس يخص البي اتش بي لانها محتاجة وقت طويل عشان تفهم العالم ده. خليني اقول لك الخلاصه، ان الاسكي كود بتاع كل كاركتر عندنا مكتوب قدامك بالشكل ده، وده بيسمى الباينري كاركتر تيبل.
حرف الـ A السمول ليه رقم 97، حرف الـ A الكابيتال بالشكل ده ليه رقم 65. طب انا لو قلت لك كده المعلومه دي ومشينا، انا حاسس ان انا ما فهمتكش حاجه، فلازم افهمك واقول لك انت امتى اصلا ممكن تستخدم الكلام ده. طيب نبدا نعمل التجربه وبعدين نقول امتى نستخدم الكلام ده. ادي حرف الـ A سمول، هنشوف هيدينا كام بالشكل ده. اداني 97، عظيم جدا. خلينا بقى نعمل كده بي ار حلوه بعدي ونكتب كده هنا كومنت 97، وهنا نبص بص عشان نتاكد ان الراجل ده ما بيضحكش علينا. 97، حلو قوي الكلام ده. لو انت في بدايه حياتك وبتقول بسم الله ورحت داخل على قناه الزيرو عشان تتعلم بقى شويه حاجات كده، ورحت فاهم الاف كونديشن، ورحت انا رزعك مساله من المسائل قلت لك ان الشخص هيكتب لك في السترنج مثلا كاركتر معين من A to Z، وانا عايزك بقى تعرف الكاركتر ده هو كابيتال ولا سمول، بس ببساطه كابيتال ولا سمول. هتيجي تقعد تقارن، انا لسه متعلم الكومباريزن اوبريتور وانا راجل على قد حالي وصاحب مرض، هعرف منين بقى؟ هروح اقارن بالكونديشن واللي هو الكومباريزن اوبريتور واشوف السترنج اللي هو اداهوني. لو هو مثلا بيساوي A يبقى A سمول مثلا، يبقى هو دلوقتي سمول. لو بيساوي B، لو بيساوي C، لو بيساوي D، هفضل اقارنه بالحروف كلها عشان اتاكد. لو لقيته فعلا بيساوي واحد منهم هقول له ان كل الكونديشنز دي معناه انه سمول. طيب سيبك منه، نخش على الكابيتال، همشي عليهم واحد واحد، هلاقيه بيساوي حاجه من الكابيتال هقوله ده كابيتال. ده الحل ده البدائي اللي هو من العصر الحجري. طب في حلول تانية، ان انا اعمل array of characters من A to Z small ومن A to Z capital، واقول له هل الكاركتر ده موجود في الاري دي ولا لا، فلو موجود يبقى small ولو هنا موجود يبقى capital. حل عقيم برضو. في حلول بالريجولر اكسبريشن، ودي حاجه لسه هتتعلمها باذن الله، ان انت تماتش باترن معين. ادي لك باترن فروم A to Z سمول فروم A to Z كابيتال، واقول لك برضو قارن. حاجات كتير قوي ممكن تخليك تعمل الكلام ده، لكن مع معرفتك بالاسكي كود تقدر تعمل الموضوع ده بيس اوف كيك او ووك ان ذا بارك باسهل ما يكون. تعال اوريك ازاي. هنا عندك في اللي هو الباينري كاركتر تيبل هتلاقي الاي سمول دي لحد الزد سمول من رقم هنا 97 لحد رقم 122. يعني انت ممكن بكونديشن بشيلن تقول له لو الاسكي كود ده باكبر من او يساوي 97 واصغر من او يساوي 122، يبقى الكاركتر حضرتك بتاعك ده في قائمه الحروف السمول. ولو بيبدا من 65 نفس اللي فات يعني لحد 90، يبقى الكاركتر ده في الحروف الكابيتال. شفت؟ يعني ممكن تعرف كل الكلام ده بسهوله جدا. ممكن هنا تحط علامه من العلامات اللي انت تستعملها، مش شرط الاي والبي والسي والكلام ده. 64 ده الاسكي كود بتاعها، حلو قوي. عكس الاو ار دي على طول، دلوقتي السي اتش ار، هنشوف مع بعض بتعمل ايه وبعد كده نكمل كلامنا. هكتب هنا سي اتش ار، كاتب لك هنا generate a single byte string from a number، هديله دلوقتي number اللي هو الاسكي كود يجيب لي منه السترينج بتاعه، نفس اللي انت عملته من شويه بس دلوقتي العكس. برضو قلت لك كتير في الفيديوهات اللي فاتت ان انت تبحث، وقلت لك ان في حاجه اسمها single byte character وmulti byte، ودي حاجه من الحاجات اللي محتاجه دراسه شويه في علوم الكمبيوتر. لو انت لسه بتتعلم بي اتش بي ما تدخلش العالم ده دلوقتي عشان متعب، بس هنرجع له وندخل فيه، ومش هسيب حاجه ان شاء الله لو ربنا اداني عمري الا وهتكلم عنها في القناه واخليك تفهم العالم ده. هنكتب الرقم اللي هنا بالشكل ده اللي هو المفروض يدينا ايه، زي ما مكتوب فوق كده الاي السمول بالشكل ده. طيب الحمد لله عرفنا الفكره، كله تمام وما عندناش مشكله. تعالوا مع بعض نعمل بي ار حلوه كده ونبدا نخش على السيميلر. كلمه سيميلر يعني حاجه شبيهه. لو جيت دلوقتي قلت له echo similar text ورحت مديله كلمة مثلا L0 بالشكل ده، والكلمة التانية L0 برضو ورحت مزود فيها حرف O، ايه اللي هيحصل هنا؟ similar text هنا بترجع لك الماتشنج كاركترز عددهم قد ايه، يعني كام كاركتر هنا متشابه مع اللي هنا. فطبعا المفروض دلوقتي هيديني 6 زي ما انت شايف، اللي هو ال0 دي 6 وال0 دي 6 والO ده مش موجود. طيب لو انا جيت هنا ورحت حاطط علامة underscore ورحت بعد الزد هنا برضو حاطط علامة underscore عشان اعرف هو بيحسب ازاي، هروح عامل كده اداني هنا 7. بص معايا كده، هنا العلامة دي متشابهة مع دي، فهو بيقارن الكلمة. لو قعدت تفكر فيها برمجيا انت ما سهلة هي عم يقارن الكلمة دي بالكلمة دي. طب لو انا عملت كده وما غيرتش دي هيحسبها ازاي؟ 6 برضو، اللي هم التلاتة دول والتلاتة دول والتلاتة دول والتلاتة دول. طيب همسة كده على جنب، الناس بقى اللي هي متابعة البلاي ليست بتاعت الامبلمنت فانكشنز باي لانجوج، ان انت تيمبلمنت بيلت ان فانكشن. بالمناسبه الفانكشن دي
من اكتر الحاجات العظيمة اللي لو جربت تعملها implement بنفسك هتكسب معلومات رهيبة جدا لو حاولت تعملها بنفسك. طيب الكلام ده ظريف وحلو ومفيش فيه اي مشكلة، تعالوا مع بعض ناخد نسخة من الكلام ده عشان انا عايز اعمل حاجة مختلفة دلوقتي. انا هسيب دي زي ما هي عشان اضيفها طبعا على الموقع، لكن دلوقتي هبدأ اوريك وظيفة تانية للفانكشن دي. هكتب الزيرو هنا وهكتب الزيرو هنا، الاتنين قد بعض بالظبط، وروح عامل متغير هنا اسمه بيرس مثلا بشكل ده. هنا يا شباب الفانكشن دي ممكن تخزن في المتغير ده نسبة او النسبة المئوية لتشابه الاتنين سترينج، يعني النسبة المئوية هتكون قد ايه. حلو قوي الكلام ده، خلينا نقوله هنا بالشكل ده. انا ممكن مش محتاج اعمل ايكو بس نعملها مش مشكلة. ايكو النسبة المئوية اللي هو 100%، دي بتساوي دي 100%، الاتنين قد بعض بالظبط في كل حاجة. طب حطينا علامة زي دي هنا، وبعد الزد هنا حط اندر سكور ونشوف نسبة التشابه زي ما انت شايف 35% دوت وارقام كتير. طيب الغي دي وزود هنا او بس، وهنا ما تزودش ونشوف مع بعض 92%. كل شوية هتبدأ تحط اتنين سترينج يبدأ يجيب لك النسبة المئوية للتشابه بينهم، ودي حاجة من الحاجات اللي ممكن تحتاج فعلا في شغلك ان انت تستعملها او تحل بيها مسألة معينة. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.